هذا واكد الرئيس السيسي انه على يقين من قوه العزيمه للدوله والشعب في الاستمرار بخطى ثابته من اجل الانطلاق الى الجمهوريه الجديده، واشار الرئيس السيسي الى ان الجمهوريه الجديده تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وانسانيا شاملا لبناء انسان ومجتمع متطور تسوده قيم انسانيه رفيعه. شعب مصر العظيم انني على يقين من قوه عزيمتنا معا. في الاستمرار بخطى ثابته وواثقه في الطريق الذي اخترناه جميعا من اجل الانطلاق الى الجمهوريه الجديده جمهوريه التنميه والبناء والتطوير وتغيير الواقع جمهوريه تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وانسانيا شاملا وبناء انسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة ورغم تعاظم الظروف المعاكسة التي تسبب فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير البواتية إلا أننا قادرون بإذن الله وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها وليكن احتفالنا اليوم بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمثابه قوه دفع متجدده للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم في حاضر ومستقبل مشرق يظلله الامن والاستقرار وتزدهر فيه التنميه